حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في بانوراما وهذه عناوينها. أسبوع الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لمن ستكون الغلبة، لبايدن أم لترامب؟ وهل تأخر ترامب في استطلاعات الرأي يعني بالضرورة هزيمته أمام بايدن؟ وهل سيواجه النظام الأمريكي أزمة في حال تأخر إعلان النتائج النهائية أو اعتراض أحد المرشحين عليها؟ وكيف ينظم الدستور الأمريكي طريقة التعامل معها؟ إذن مشاهدينا، قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لماذا تأخذ هذه الانتخابات الاهتمام الأكبر والجدل الأوسع عالميا؟ وهل تأخر ترامب بالفعل أو تأخره يعني بالضرورة هزيمته؟ وهل سيناريو فوز أو فوزه على هيلاري كلينتون قابل للتكرار؟ وهل أيضا التصويت الشعبي يعني بالضرورة الفوز بتصويت الولايات في المجمع الانتخابي؟ وما الفارق وأيهما الأكثر جدوى؟ وهل يمكن أن يتكرر سيناريو انتخابات بوش الابن وآل غور؟ وما دور القضايا الاقتصادية التي يعطيها ترامب الأولوية في مقابل القضايا السياسية والحقوقية التي يطرحها بايدن في حسم الانتخابات لدى الناخب الأمريكي؟ أيضا، لماذا الإقبال هذه المرة غير المسبوق على التصويت البريدي؟ وهل الانتخابات هي استفتاء على ترامب أم منافسة حقيقية بين مرشحين ندين؟ وكيف ستتم معالجة الأمور في حال تأخر إعلان النتائج أو تقارب عدد الأصوات بين بايدن وترامب؟ وكيف ستتم إدارة شؤون أمريكا في تلك الحالة؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا التي طرحناها سنطرحها الآن على ضيوف بانوراما. معنا عبر سكايب من مينيسوتا داليا العقيدي، كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية. من واشنطن عبر سكايب الدكتور أدمو غريب، الأستاذ في العلاقات الدولية. من واشنطن أيضا عبر سكايب دان ماهافي، نائب مدير السياسات في مركز دراسات الكونغرس والرئاسة. ومن الرياض معنا الدكتور أحمد الفراج، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا معنا في بانوراما. سأبدأ معك أستاذ دان. في يعني بقي أسبوع على حسم هذه الانتخابات، من وجهة نظرك كيف تقيم وضع المرشحين في هذه اللحظة قبل أسبوع؟ نعم، شكرا على الاستضافة ويسرني أن أكون معكم. نحن على بعد أسبوع، ولكن الانتخابات هذه خلال الحملة كان تقدم لبايدن حتى بالعودة إلى آذار مع بداية انتشار الكورونا. لا يوجد أي تقارب، ولن يكون هناك كما كان في 2016. في 2016 كان الإقبال جماهيري كبير، وأيضا ترامب والجمهوريين يعانون من غياب الدعم من أصوات النساء وأيضا المتقدمين بالعمر، وهذه أيضا فئات مهمة جدا وهم يصوتون ضد ترامب.
طيب طبعا سنعود للحديث معك خصوصا أستاذ دان، أنت متخصص في موضوع استطلاعات الرأي، لنفصل مدى دقة هذه الاستطلاعات بعد قليل. فقط أريد أن أخذ رأي ضيوفي الآخرين. دكتور إدمون، ماذا يعني تقول في هذا؟ هل الآن أسبوع أو قبل أسبوع من حسم هذه الانتخابات استطلاعات الرأي فيما يتعلق ببايدن وهذا التقدم معنى يعني ترجيح فوزه؟ استطلاعات الرأي تظهر طبعا بأن هناك تقدم لنائب الرئيس السابق بايدن للمرشح الديمقراطي. هناك فرق بين مجموعتين من استطلاعات الرأي، لا تزال تتحدث بأرقام 10 إلى 12% 9% تقدم لبايدن على ترامب، ولكن هناك استطلاعات أخرى بدأت تتحدث عن تقارب في الأصوات ربما بحوالي 3 إلى 4 نقاط في بعض الولايات، ويمكن أن نتحدث عن ذلك أكثر فيما بعد، أو 5 نقاط. فيما يبدو حتى الآن أن بايدن لديه الاستطلاعات، هو الفائز حسب الاستطلاعات، ولكن إذا نظرنا أيضا من ناحية أخرى إلى الجماهير التي يستقطبها ترامب في الولايات التي يذهب إليها، وهناك الآلاف من الأشخاص بينما مجموعات صغيرة جدا من الأشخاص الذين يذهبوا إلى تجمعات الديمقراطية، فأن هذا يظهر على الأقل بأن هناك حماس شعبي. صحيح أن هناك كتلة معينة ستدعم الرئيس ترامب بغض النظر، وهذه قد تتراوح بين 42 إلى 45% حسب بعض الاستطلاعات، ولكن هناك فرق كبير بين الاثنين. هناك استراتيجية جديدة يتبناها الجمهوريون الآن، بالإضافة إلى الذهاب إلى الولايات والتركيز على الولايات المترجحة، ويمكن أن نتحدث عن ذلك أكثر أيضا فيما بعد. ولذلك هو الذي سيفوز، لا يجب أن نستبعد المفاجأة. طيب سيد داليا، ما رأيك؟ هل يعني سيكون هناك مفاجآت بعد أسبوع ويعني استطلاعات الرأي أو هذا التقدم الذي نراه لبايدن لا يعني شيء؟ استطلاعات الرأي، أولا شكرا لك وتحية، مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. استطلاعات الرأي مع بايدن، وسائل الإعلام المينستريم ميديا مع بايدن، كل هذه الهجمات هي ضد الرئيس ترامب وضد الجمهوريين. أنا أتفق مع الدكتور غريب على أنه هناك استطلاعات رأي جديدة، وطبعا احتمال كبير أننا سنرى مفاجآت في الأيام 7 الأخيرة. يعني شهر أكتوبر كان مليء أو 2020 هذه السنة كانت مليئة بالمفاجآت. اليوم بايدن وأوباما وكل هذا الفريق يستخدم سياسة التخويف، وكأننا في Game of Thrones، Winter is coming، وبايدن يرسم صورة قاتمة ل4 سنوات المقبلة، يتحدث عن مشاريع already قامت بها إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالكورونا فيروس. ما حدث قبل 4 سنوات أو سيناريو هيلاري كلينتون محتمل جدا أن يتكرر هذا العام. نعم، يعني هو من بداية هذا العام لا أعتقد أنه winter is coming، أعتقد أنه winter is here أصلا. طيب على كل حال أنتقل لأستاذ أحمد من الرياض. طبعا هذه الانتخابات ليست انتخابات محلية، اهتمام كبير عالميا فيها، وخصوصا لدينا في العالم العربي. من وجهة نظرك كيف تبدو الأمور، أوضاع المرشحين؟ الحقيقة أنني أحيانا وأنا أشاهد ما يقوله البعض، يعني كثير من المعلقين العرب وحتى المعلقون في أمريكا وخارج أمريكا، أشعر أحيانا أن هؤلاء المعلقون يتابعون انتخابات غير الانتخابات التي أتابعها. لناتي أولا لاستطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي هذا العام، هناك استطلاعات الإعلام المضاد لترامب، وهي استطلاعات تجعل الفارق بين بايدن وترامب
كبيرا جدا لصالح بايدن لدرجة غير معقولة لمن يتابع الصورة كاملة. أضف إلى ذلك أن هناك استطلاعات محايدة خصوصا في السوشيال ميديا وتدحض تماما استطلاعات الإعلام المضاد لترامب. النقطة المهمة جدا هي أن هناك معطيات كثيرة نستطيع من خلالها أن نحكم على من يتقدم في هذه الانتخابات. أنا بالنسبة لي استطلاعات الرأي تأتي في آخر قائمة هذه المعطيات لأنها مسيسة إلى حد كبير هذه المرة. ولو نظرنا حاليا إلى حملة بايدن أشياء غريبة تحدث في الحملة لا يكاد يحضر أحد، وحتى عندما استنجدت الحملة بباراك أوباما وهو يعني يملك شعبية هائلة في أمريكا وذهب إلى بنسلفانيا وهي ولاية مهمة كان الحضور قليلا جدا. أيضا بايدن يبدو مشتتا، يوم أمس عندما حاول بايدن سئل سؤالا فتلعثم ثم طرد مساعدوه الصحفيين. قبلها بيومين كاملا هاريس كانت تسأل مساعديها هل نحن في كليفلاند، وعندما قالوا لها نعم بدأت تتحدث. يعني مرشحة لنائب الرئيس لا تدري أنها كانت في يعني في مدينة كليفلاند. أشياء غريبة تحدث. على الجانب الآخر نشاهد أن يعني التجمعات الانتخابية للرئيس ترامب خصوصا في الولايات المتأرجحة، أنا من ضمن المعطيات التي دوما أراها مهمة الحماس للناخبين، حماس الناخبين للمرشح. هذا الحماس هو الذي أوصل رونالد ليجر للبيت الأبيض، هذا الحماس هو الذي أوصل باراك أوباما للبيت الأبيض، هذا الحماس اليوم هو مع الرئيس ترامب. انظر إلى كيف يتفاعل جمهور الرئيس ترامب معه عندما يذهب إلى هذه التجمعات الانتخابية وقارنها بما يحدث عندما يذهب جوزيف بايدن. أختم بالقول إن استطلاعات الرأي التي يعتمد عليها كثيرون أنا بالنسبة لي في 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 آخر قائمة المعطيات التي اعتمد عليها للتنبؤ بالفائز بالرئاسة. دعني فقط اسمحي لي فقط مثال أخير، كيف لي أن أعتمد على استطلاعات الرأي في المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن؟ قناة سي إن إن المضادة لترامب قالت استطلاعها قال إن بايدن انتصر في المناظرة بنسبة تقريبا 65-35. فاكس نيوز المؤيدة لترامب قالت إن ترامب انتصر بمعدل 70-30 لبايدن. إذن استطلاعات الرأي بمن سيفوز هي مسيسة مثل ما هي الاستطلاعات التي كانت بعد المناظرة. إذن أنا لدي معطيات كثيرة ليس من بينها استطلاعات الرأي هذه الأيام. نعم. طيب خليني إذن أعود لأستاذ دان، هل استطلاعات الرأي مسيسة بالدرجة الأولى، وهل هي دقيقة؟ إلى أي مدى هي دقيقة وتعكس توجه الناخب الأمريكي، أم أنه تعتمد على الجهة التي تقوم فيها، خصوصا يعني بعدما رأينا ما حصل في 2016؟ إلى أي مدى ممكن هذا السيناريو يتكرر؟ سيناريو 2016 و2018 عندما فاز الديمقراط على مجلس الشعب، أعتقد مجلس الشيوخ عفوا، عندما كان هناك تعديل لكل اللافتات التي عرضت، وهناك أيضا استفتاءات فوكس نيوز وبالمقارنة بينها وبين الأخريات، قد تكون هناك استفتاءات قامت بها صحيفة أو محطة إخبارية
إلا أنها كانت تحال إلى مؤسسات مستقلة تعمل بشكل علمي. وفي نهاية الأمر إن نظرنا إلى أكثر من استفتاء وإلى موقع realpolitics.com، معدل الاستفتاءات يبين الفرق بين الحزبين، وهذا هذه أيضا تبين تقدما لبايدن. وأيضا الحملات الانتخابية والترامب والدعم الذي يحظى به وكأنه قائد رجل دين أو قائد ديني، وهناك مجموعة لا تحضر لأن هناك خشية من الإصابة بفيروس الكورونا. فالمستشفيات في ويسكونسن ويوتا والمستشفيات العسكرية التي تستقبل المرضى، وعندما يزور ترامب للولايات فهو لا نرى زيادة في شعبيته بل زيادة في حالات الكورونا. طيب، فبالتالي أنت يعني لا تتفق مع أستاذ أحمد عندما قال بأنه يعني أحد دلالات النجاح أو تقدم على الأقل بايد ترامب بعيدا عن استطلاعات الرأي هو حماس الناخبين الذين يذهبون إلى تجمعاته الانتخابية، يعني وبالتالي أنه لا يذهبون ربما أو بهذه الأعداد الكبيرة لتجمعات بايدن بسبب كورونا والظروف يعني. صحيح، وكثير من الناخبي ترامب لا يؤمنون أن فيروس الكورونا هو قضية لابد من التحوط منها. طيب دكتور إدمون، أنت ذكرت قبل قليل بأنه حتى وإن كان هناك بعض استطلاعات الرأي التي أو استطلاعات الرأي بشكل عام تشير إلى أنه بايدن يتقدم على الرئيس ترامب، إلا أنه هناك استطلاعات جديدة. ولكن بغض النظر، بشكل عام كان هناك مقال في الإيكونوميست يتحدث عن أنه أحد الأسباب لهذا التقدم لبايدن هو شيء يقول عنه بالإنجليزية differential partisan non-response، يعني ترجمته بالعربية عدم الإجابة الحزبية التفاضلية. معنى ذلك بأنه طبعا كل هذه استطلاعات الرأي معظمها تجرى على التليفون، بأنه عادة الناخب عندما يشعر بأنه مرشحه يعني وضعه ليس بجيد إلى حد كبير، عادة لا يجيب على هذا الاتصال، اتصال الذي يريد أن يستطلع رأيه، وبالتالي تصبح الغلبة أو التقدم للناخب أو المرشح الآخر. ولكن هذا لا يعني بأنه لن يذهب ويدلي بصوته في الانتخابات، وبأنه هذا السيناريو حصل في 2016 عندما تحدثت استطلاعات الرأي بأنه كلينتون هي التي تتقدم في استطلاعات الرأي ولكن الذي فاز هو ترامب. هل تتفق مع هذا التفسير؟ فعلا هذه كلها نقاط مهمة. أولا، استطلاعات الرأي في 2016 أظهرت أنها لم تكن دقيقة. معظم استطلاعات الرأي لم يكن كلها تقريبا كانت تقول بأن هيلاري كلينتون هي التي ستفوز، ولكن حدث غير ذلك. طبعا هي فازت بالأصوات الشعبية، ولكن في النهاية من ينتخب الرئيس هي أصوات المجمع الانتخابي والولايات المتأرجحة، وهذه هي التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض. ولكن في نفس الوقت الآن هناك أيضا اختلاف. الرئيس ترامب الآن لديه سجل 4 سنوات تقريبا. هذا السجل هناك الكثير من الناخبين الأمريكيين الذين يتابعوا ما الذي حققه هذا الرئيس وما الذي لم يحققه. مثلا موضوع إدائه في التعامل مع كورونا هناك الكثير من الانتقادات له. ولكن في نفس الوقت هناك أسئلة، هل كان سيكون رد فعل الديمقراطيين مختلفا؟ أيضا هناك مشكلة أكبر من ذلك لا نسمعها كثيرا، وهي أن البنية التحتية لردود الفعل خاصة في القصة تعمل بشكل فعال، وهذه ليست مسؤولية ترامب أو أوباما أو حتى بوش. هي الرئاسات السابقة لم تتخذ الإجراءات الضرورية. لو سمحت فقط لو بسرعة، كنت قبل أن يعني آتي إلى البرنامج حاولت أن أطلع على آخر استطلاعات الرأي.
نرى هاتين المجموعتين، مثلا ياهو يقول ان، وهنا اتحدث عن الاصوات الشعبيه، ياهو يقول ان بايدن يتقدم بنسبه 51 مقابل 39 نقطه، يعني هناك فارق كبير اي 12 نقطه، بينما استطلاع يو اس سي يقول ايضا 12 نقطه 54 ل 42، سي ان بي سي 11 نقطه 51 ل 40، اي بي دي يقول ايضا هناك فارق 5 نقاط 51 مقابل 46، وهذا فارق لان هناك هامش الخطا ب 3 الى 4 نقاط. ايضا راسموسن يقول بان بايدن يتقدم فقط بنقطتين وهما 49 الى 47%، وبالتالي فان هذه تظهر بانه في الوقت الذي لا يزال يتقدم فيه نائب الرئيس بايدن، الا ان هناك ايضا تقدم من الناحيه الاخرى للرئيس ترامب، وبدون شك ان ترامب يقوم بحمله تقليديه الى حد كبير، فهو يذهب الى الولايات المختلفه، لا يبدو انه يخشى الفيروس، وكذلك او المؤيدين له يذهبوا بالالاف الى هذه اللقاءات الجماهيريه. وايضا هناك امر اخر بدانا نسمع عنه، مثلا ان ترامب بدا لديه حوالي 1.5 مليون متطوع مقابل 1.2 مليون لبايدن، الذين يذهبون إلى الأبواب ويدقوا الأبواب البيوت ويعطوا معلومات ومنشورات، وبالتالي هذه حماس لترامب. ولكن هل هذا ينطبق على كل المكونات الأمريكية؟ لأن هناك نقطة أخرى بالإضافة إلى ما تفضلت وأشرت إليه، أن بعض الناس لا يجاوبوا أحيانا على الاتصالات وأسئلة المستطلعين، هناك أيضا من يعرفون بأن ربما الناخبين الخجولين، هؤلاء لا يعطوا معلومات أحيانا أو يعطوا معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، يقولوا شيء وهم يؤمنوا وسيفعلوا شيء آخر. ما هي نسبة هؤلاء؟ هذه هي التي قد تؤدي إلى نتائج مختلفة، وكذلك ما سيحدث في الولايات المتأرجحة التي يركز عليها الجانبان الآن. يعني معنى ذلك بأنه استطلاعات الرأي ليس بالضرورة بهذه الدقة، أو تعكس على الأقل مزاج الناخب الأمريكي. طيب أعود لك سيد داليا، إلى أي مدى بالفعل الرئيس ترامب لدى مؤيدي هناك حماس أكبر من حماس مؤيدي بايدن، أو هذا الحماس ينقلب ضده بما أنه هناك الكثير من الانتقادات بأنه لا يجب عليه أصلا أن يقوم بمثل هذه التجمعات الانتخابية التي يذهب إليها كل هذه الأعداد الكبيرة بسبب فيروس كورونا؟ وهذا يعني يعيدنا إلى بعض النقاط التي من وجهة نظر بعض الناخبين يتقدم بايدن على ترامب فيها. هناك بس اسمحي لي، لدي بعض النقاط. أولا أحد ضيوفك قال أن الجمهوريين لا يأبهون بكورونا فيروس، بالعكس الجمهوريين كالديمقراطيين كأي مواطنين هم يأبهون بالكورونا فيروس، لكنهم لن يسمحوا للكورونا فيروس بإيقاف عجلة الحياة، لن يسمحوا بإغلاق المدن، لن يسمحوا بخسارة الوظائف وخسارة الأعمال الصغيرة. هذه كما تحدثتي أو تحدثتم عن استطلاعات الرأي، وسائل الإعلام بشكل عام فقدت مصداقيتها، ونحن شاهدناها في عدد كبير من المناقشات وفي التاون هول ميتينجز الذي تمت دعوتهم هم من المؤيدين، واكتشفنا بعد ذلك هم من المؤيدين للديمقراطيين. هناك نعم هناك تشجيع كبير للرئيس ترامب، وعدد كبير من الجمهوريين يذهبون ويخرجون إلى الشوارع، لأننا نؤمن بشكل كبير أنه هذه الانتخابات هي انتخابات فاصلة، هي انتخابات ستحدد مصير الولايات المتحدة، خاصة وأن أعمال الإرهاب والعنف وقتل الشرطة إلى آخره بدأت تنتشر بشكل كبير، وآخرها ولاية
بنسلفانيا يوم أمس التي أعطتنا صورة واضحة كيف ستكون الولايات المتحدة، وأنا أتحدث عن مدينة فيلادلفيا يوم أمس وBlack Lives Matter التظاهرة التي قاموا بها، قاموا بإشعال النيران، قاموا بالسرقة، قاموا باستهداف رجال الشرطة. اليوم الجمهوري، المواطن الجمهوري يؤمن بأن law and order كما يقوله الرئيس ترامب على النظام أن يسير، وما شاهدناه ليلة أمس في فيلادلفيا هي بروموشن لما ستكون عليه الولايات المتحدة في نوفمبر، في الرابع من نوفمبر بعد يوم من الانتخابات إذا ما فاز الرئيس أو خسر مرشح بايدن. نعم. طيب على كل حال يعني هذه الانتخابات مختلفة بكل المقاييس. مشاهدينا الخبراء يروا أن الناخبين بالفعل أعادوا هذا العام تعريف معنى يوم الانتخابات، حيث أجريت الانتخابات بالكامل تقريبا عن طريق البريد في 10 ولايات. بحلول نهاية أغسطس الماضي أكثر من 500 ألف شخص طلبوا ورقة بريد، 10 مرات أكثر مما كان عليه في عام 2016. الأرقام ترجح أن هذه الانتخابات سوف تكون الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يصوت فيها أكثر من نصف الناخبين قبل يوم الانتخابات نفسه. ومع ذلك فإن حملات ترامب وبايدن تثير علنا مخاوف بشأن شرعية الانتخابات. ترامب يتهم التصويت بالبريد بأنه احتيالي، في حين بايدن يثير مخاوف بشأن قمع أصوات الناخبين الديمقراطيين. وقد أثار بايدن الشكوك بالفعل حول النتائج إذا لم يتم الإعلان عن الفائز في يوم الانتخابات. طيب نعود مشاهدينا لضيوفنا. أعود لك أستاذ دان. طبعا إقبال غير مسبوق كما رأينا للتصويت عبر البريد هذا العام، هل السبب هو يعني انتشار فيروس كورونا فقط أم هل هناك أسباب أخرى؟ الجائحة كانت عامل مهم في التغير والتحول نحو التصويت عبر البريد، إلا أن هذه المسألة أيضا هي تسهيل التصويت. شهدنا إقبال في تكساس وجورجيا ومناطق أيضا الولايات المتأرجحة التي لم يكن يهتم بها فهو مهتم الآن، تكساس، أريزونا، جورجيا، فهي كانت جمهورية. وقد شاهدنا عشرات من الأشخاص في فينيكس وسان أنطونيو والباسو، وهناك إقبال كبير على التصويت. فالجائحة هي عنصر غير طبيعة التصويت، لكن هناك أيضا من يستفيدون من هذه الميزة ويتحمسون للمشاركة بالتصويت، هذا حماس كبير. وأود أن أضيف، ونحن نتحدث عن الحماس تحدثنا عن الناخب الخجل الذي قد لا يشارك، لكن ترامب ينفذ ماله إن كان داعميه يخجلوه، فأيضا كيف يمكن أن يقدموا المال بشكل جماعي لهم. طيب خلينا نتحدث مع أستاذ أحمد. يعني بشكل عام كما كنت ذكرت في البداية، الانتخابات الأمريكية هي شأن داخلي ذات أبعاد خارجية بشكل كبير. لماذا برأيك نحن في العالم العربي نهتم ومهتمين بهذه الانتخابات بهذا القدر الكبير؟ أستاذ راوي يبدو قفزتيني لكن رجعتي، شكرا لك. طبعا قبل أن أجيب على سؤالك أود أن أقول أنه الأخوة الذين يتابعون في العالم العربي أسمع كثيرا، تأتيني ردود كثيرة جدا يتحدثون عن، لأنني أنا الحقيقة لا يعني لا أخضع لما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية
المنحازة ولا لاستطلاعات الرأي المنحازة، وإنما أحاول قدر مستطاع أن أكون موضوعيا وحياديا وأنقل ما لا تنقله وسائل الإعلام. فأحيانا تأتيني ردود، هناك من يقول إنه منحاز، وهناك من يقول المعلقون المعلق الهتيف يتحدث عني وعن غيري ممن يحاول أن يكون موضوعي. أود أن أقول لكل هؤلاء إن أمور الانتخابات الأمريكية لا تقاس بما يحدث اليوم، بمعنى أنني أتابع وسائل الإعلام الأمريكية وما يقوله المعلقون ثم أحكم هل سيفوز ترامب أو بايدن. أنا بالنسبة لي أتأخذ، يعني نحن نتحدث عن أمريكا دولة المؤسسات، أنا أنظر إلى الصورة كاملة ما يحدث في أمريكا منذ 40-60 سنة في عدة انتخابات. ما هو المزاج الشعبي العام في أمريكا؟ ماذا تريد دولة المؤسسات داخليا وخارجيا؟ ماذا يقول المعلقون المحايدون؟ ماذا تقول مراكز الدراسات والبحوث المستقلة؟ فبالتالي فإنك عندما تكون هذه الأيام محايدا عند العرب، إذا لم تكن مع ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية من أن انتصار بايدن مضمون، فأنت لست محايد وأنت هتيف. أنا أحاول فقط أن أصحح الانحياز الذي يحدث الآن في أمريكا ضد الرئيس ترامب. أرد على نقطة قالها زميلي في واشنطن عندما تحدث عن كورونا وقال إن الديمقراطيين لا يحضرون تجمعات بايدن خوفا من كورونا. ليسمح لي إذا كانوا لا يذهبون لتجمعات بايدن خوفا من كورونا، فلماذا إذن يتظاهرون؟ أكثر الشرائح إخلاصا للديمقراطيين ولبايدن هم الذين يتظاهرون منذ أشهر ضاربين عرض الحائط بكورونا. فإذا كانوا يعني لا يخافوا من كورونا وهم يتظاهرون في سياتل وفي نيويورك وفي فيلادلفيا وفي كل مكان، ما الذي يمنعهم من حضور تجمعات بايدن؟ النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها، جمهور بايدن أو دعني أقول الذين يقفون ضد الرئيس ترامب حتى ولو لم يكونوا مع بايدن هم سيصوتون لبايدن، هؤلاء محسوم أمرهم، دعينا نقول إنهم 30-40%. علينا أن نتذكر أن الناخب عندما يذهب إلى صندوق الاقتراع يوم الثلاثاء القادم بعد أسبوع من اليوم سيفكر 60% من الناخبين سيفكر في الاقتصاد، من الأقدر على إنقاذ الوضع الاقتصادي، سيفكر في الأمن، ما الذي يحدث في أمريكا منذ عدة أشهر من تخريب ومن فوضى ومن قتل، وكما قالت الزميلة داليا ما حدث أمس في فيلادلفيا هو خير مثال، من الذي سيقف ضد هذه الفوضى العارمة من حركة حياة السود مهمة ومنظمة أنتيفا؟ ثم نأتي لإنجازات ترامب، الرئيس ترامب لم يدخل حربا، وعندما زادت خطورة إيران قضى على أخطر إرهابي في العالم قاسم سليماني. ثم نأتي للنقطة الأخيرة وهي هل بايدن بوضعه الحالي عمره 78 سنة مع ما نراه من أخطاء ومن بقاء في المنزل أكثر من القيام بجولات انتخابية، ارتكابه لهفوات تحدثت عنها في مداخلتي الأولى، عندما يأتي الناخب إلى صندوق الاقتراع يوم 3 نوفمبر سيكون ما ذكرته، الاقتصاد، الأمن، الحرب والسلام، من هو المرشح الذي يملك الزعامة والقوة ليعيد أمريكا عظيمة كما كانت؟ هذا هو الذي يهم. لا نجعل هذه المظاهرات والتخريب وتكسير التماثيل وانحياز الإعلام وانحياز المعلقين، لا نجعل ذلك يضللنا. أنا شخصيا أنظر إلى الصورة كاملة وأقول من منبر العربية الموقر، كل شيء بالنسبة لي يشير إلى أن الأمور تسير لصالح دونالد ترامب. نعم.
طيب إذا أعطيني فرصة يعني أعطي الرد للأستاذ دان، أعتقد هو الذي تحدث وقال بأنه يعني مناصرين بايدن لا يذهبون إلى التجمعات الانتخابية خوفا من كورونا. الأستاذ أحمد سأل وقال طيب إذا كان هذا الكلام صحيح لماذا يتظاهرون خوفا من كورونا؟ يعني أليس هناك خوف من كورونا عندما يتظاهرون؟ يخشون الفيروس، لكن التحدي هو أن كثير من هذه المظاهرات يرتدون كمامات على النقيض من حملات ترامب. بايدن لا يجري حملاته في سياتل، وبالتالي على الصعيد الوطني أو الدولي فإن سجل ترامب واضح، اغتال سليماني لكنه لم يوقف إيران عن استهداف أرامكو في السعودية، وأيضا روسيا ونشاطها في سوريا، وسلم العراق لإيران، وكل هذه الأمور وسياسات ترامب هي التي يفكرون فيها بالنسبة لهذه المنطقة. أيضا أعطيك دكتور إدمون الفرصة للرد على أستاذ أحمد في هذه المسألة، وخصوصا أيضا فيما يتعلق ب يعني القضايا التي يركز عليها الرئيس ترامب، قضايا الاقتصاد، قضايا الأمن، وهي المزاج العام على الأقل. هلأ هناك طبعا ركود اقتصادي، الوضع الاقتصادي سيء، الكثير من الأمريكيين فقدوا وظائفهم، وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا يعني لا تركز عليها بهذا القدر حملة بايدن المضادة. فعلا هناك نقاط برأيي أنا أتفق معها مع ما ذكره الأستاذ أحمد، وأيضا مع الذي ذكره الأستاذ دان، ولكن طبعا إذا نظرنا إلى هذه الانتخابات، أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن انتخابات 2020 تختلف أيضا عن انتخابات 2016. في 2020 هناك سجل للرئيس ترامب، وهناك بعض الإيجابيات وهناك أيضا بعض السلبيات، وبالتالي فإن هذه ستكون من النقاط. من النقاط التي ستساعد الرئيس هي موضوع الاقتصاد. حسب استطلاعات الرأي نفسها التي تقوم بهذه الاستطلاعات، 55% مقابل 45% يعتقدوا أن الرئيس ترامب هو أفضل للاقتصاد الأمريكي من بايدن. ولكن عندما تأتي المسألة أيضا لموضوع الإدارة فيما يتعلق بالجائحة، فأن غالبية أيضا الناخبين الأمريكيين يقولوا بأن إداء الرئيس لم يكن كما يجب. إذن إحدى نقاط قوة الرئيس موضوع الاقتصاد، إحدى نقاط ضعفه هي موضوع التعامل مع كورونا. نقطة أخرى أيضا يجب أن نأخذها استفتاء على ترامب. هناك ناس متحمسين للتصويت ضده، وهناك أشخاص متحمسين للتصويت له، وهذه هي ما هي الفروقات. أعتقد أن فعلا هناك نسبة كبيرة من المتحمسين ضد الرئيس، ولكن في النهاية الأصوات من سيقرر ستكون الولايات المتأرجحة، وهي التي قررت في 2016 بنسبة كبيرة، يعني نسبة ضئيلة إلى حد ما عفوا، انتصار ترامب. الآن سنرى ما الذي سيحدث. أعتقد أنه كما قلت احتمالات المفاجأة واردة، ولكن استطلاعات الرأي لا يمكن القول بأن كلها غير دقيقة. صحيح لا يوجد أي استطلاعات أو كاملة بمئة، ولكن طيب. أنها تعطي مؤشر على مواقف الرأي. نعم طيب، دعونا نستطلع هيك بعض الأراء، أراء مقالات أو وردت في مقالات الرأي في بعض الصحف العربية. في مقال الأستاذ طلال صالح بنان بصحيفة عكاظ قال أو عبر عن المخاوف من دخول الولايات المتحدة في أزمة دستورية في حال تأخر إعلان أو تأخر إعلان النتائج أو اعتراض المرشحين على العملية الانتخابية، حيث قال تحت عنوان ديمقراطية في أزمة
ما يتطور هذه الأيام من ممارسات غير مواتية وسلوكيات غير مألوفة تشي بإمكانية تعطيل آلية التداول السلمي للسلطة مختلفة عن الدستور والعرف طبعا، وهو أو هذا الأمر يأتي إفتي أو يأتي على عكس إرادة الناخب الأمريكي، إنما هو تطور خطير من شأنه إدخال البلد في نفق مظلم من عدم الاستقرار. وأيضا في مقالة أخرى طبعا دأب الرئيس الأمريكي أو طيب هذا رأيي على الأقل، ولكن رأيي يعني يخاف منه الكثيرون أو يتساءل عنه الكثيرون، ما الذي سيحدث في حال تأخر إعلان النتائج الانتخابات الأمريكية أو يعني اعترض أحد المرشحين على هذه النتائج؟ سأذهب بالسؤال لك سدالية، ما الذي سيحدث؟ هل نحن أو سنكون أمام سيناريو مثل سيناريو انتخابات عام 2000 ما بين بوش الابن والغور؟ يعني هناك سيناريوهات موجودة وهناك احتمالات كبيرة أنه نصل إلى في نهاية هذا اليوم ونحن ليس لدينا العدد الكامل أو النتيجة الحاسمة، وهذه إلها سياقات دستورية وإلها سياقات قانونية، وبالتالي لا توجد هناك أزمة دستورية في حال الوصول إلى ذلك. إعادة الأصوات موجود، وأيضا الالتجاء أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو إلى المحكمة الاتحادية الكبرى. لدي بس بعض النقاط. على الرغم من أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عام 2020 لن تكون حافزا أو لن تكون عاملا مهما جدا في هذه الانتخابات، إلا أن هناك نقاط علي أن يعني لا أستطيع أن أمر عليها مرور الكرام. هل ترامب سلم العراق لإيران؟ بالتأكيد لا، ترامب هو من وقف بوجه إيران. قوة إيران في العراق وفي المنطقة هي جاءت من السياسة الخارجية لأوباما وبايدن لمدة 8 سنوات، ومن ساعد وتوسل إلى الإيرانيين للتوصل أو إلى التوصل إلى اتفاق بين الاثنين، وهذا ما قام به الرئيس ترامب بإلغاء هذه الاتفاقية. هناك أيضا نقطة مهمة، الرئيس ترامب توصل إلى إقناع أطراف في الشرق الأوسط وإلى إقناع إسرائيل بفائدة وبضرورة التوصل إلى اتفاقات تطبيع العلاقات ما بين دول في الخليج العربي ودول في الشرق الأوسط وأيضا إسرائيل، وهناك اتفاقات مقبلة. هذه كلها تمشي. يعني المشكلة أننا إذا ما بايدن فاز فسنعود إلى سياسة تؤيد الأخوان المسلمين وتؤيد الإسلام الراديكالي كما أيدت ل8 سنوات من مصر إلى قطر إلى تركيا إلى آخره، وهذه خطورة ليس فقط على المنطقة وإنما أيضا على الداخل هنا في الولايات المتحدة. سأعود لبعض مقالات الرأي مشاهدين عن جو بايدن. قال الأستاذ عثمان فكري في مقال له بصحيفة الأهرام: من المتوقع أن يكون لحركة النظر في الساعة أثناء المناظرة التي قام بها جو بايدن نتيجة سلبية على حظوظه في الفوز في انتخابات 3 نوفمبر المقبلة. أما عن ترامب فقد قال عبد الله عبد السلام في مقاله بالأهرام أو مقالة بالأهرام: لأنه لم يشعل النار في نفسه تعتقد حملته أنه انتصر بالمناظرة ويمكنه البناء عليها. طب على كل حال هذه آراء مختلفة عن الحظوظ، عن أيضا المناظرة الأخيرة التي جرت ما بين المرشحين، لكني أريد أن أعود بالسؤال، نفس السؤال اللي سألته للسدالية لا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ما الذي سيحصل طيب إذا لم تكن النتيجة حاسمة أو تأخر إعلان النتيجة أو اعترض ترامب كما قال بأنه قد يعترض إذا لم تكن النتيجة بصالحه؟ هل ستذهب الأمور إلى المحكمة العليا والآن وبعد طبعا تعيين إيمي كوني باريت في هذه المحكمة، هل سترجح كفته أو سترجح كفته؟
أنا أقرأ بعض العجب في وسائل الإعلام العربية أنه أمريكا مقبلة على حرب أهلية وأن أمريكا ربما آن أوان سقوطها إلى هذا الكلام الذي يردده غالبا الحزبيون والقوميون وغيرهم. أنا أتوقع أنه إذا كان هناك فوز كاسح لأحد المرشحين فلن يحدث شيء، سيعترف الطرف الآخر، لكن هذا غير وارد، ستكون النتيجة متقاربة إلى حد كبير. أتوقع حقيقة أنه سيكون هناك اعتراض على النتائج خصوصا من جانب الرئيس ترامب، يعني سيحدث اعتراض، لكن لا يعني هذا أننا الدستور أمريكا إمبراطورية عظمى وليست جمهورية موز. الذي يحدث في هذه الحالة عندما يعترض أحد الطرفين، نعم، الدستور الأمريكي واضح، سيذهب الأمر إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا ستتخذ قرارها، وهي الآن أغلبيتها محافظة، وبعد ذلك ربما يكون هناك أحداث شغب، سيتدخل الجيش الأمريكي، لأن الجيش الأمريكي أحد مهامه الأساسية هو حماية الدستور، أي حماية ما تحكم به المحكمة العليا في حال حكمت بالفائز بالرئاسة. طيب اسمح لي أستاذ أحمد. دكتور إدمون بدقيقة، هل تتفق مع هذا السيناريو الذي ذكره أستاذ أحمد؟ أعتقد أن هذا أحد السيناريوهات، وبالتالي فإن المسألة قد تذهب إلى المحكمة العليا. إذا قررت المحكمة العليا أعتقد أن معظم الأمريكيين قد سيقبلون بذلك، ولكن أيضا هناك مسألة أخرى وهي أن لا يحصل الاثنان على أرقام على 270 صوت في الكلية الانتخابية، بالتالي فإن هذا سيعني أن الانتخابات ستتم في الكونغرس الأمريكي، والكونغرس عندئذ لكل ولاية صوت، وهذه أيضا ستكون مهمة حسب النتائج. حسب الآن هناك أغلبية للجمهوريين متقاربين، وهناك ولايتين لا يعني في انقسام حولهما، نعم، بنسلفانيا مثلا وميشيغان، وبالتالي هذه أيضا ستكون مؤثرة. إذا هناك عدة سيناريوهات ويجب الانتظار لأنها، نعم، كلها وصلت الفكرة. أستاذ دكتور إدمون معلش اسمح لي فقط أريد أن أذهب وبعجالة وبدقيقة لأستاذ دان حتى يشرح لنا الفرق ما بين التصويت الشعبي وتصويت المجمع الانتخابي، لأنه يعني الموضوع معقد بعض الشيء فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية. نعم هناك فرق، فالشعبي هو في صالح بايدن، وقد شاهدنا ذلك كنتيجة في الاستفتاءات. أما في الدوائر الانتخابية فهي تفضل الديمقراطيين والشيوخ أيضا ديمقراطيين 50-50، والدوائر الرئيسية كولاية تكساس وجورجيا كانت جمهورية بشكل كامل، الآن فيها تنافس، وكذلك في أريزونا. أود أن أضيف أنه إذا نظرنا إلى دروس عام 2000 ليس بوش و الجورب للأسف مضطرة أني أقطعك أستاذ دان، للأسف انتهى وقتنا، اعذروني ضيوفي جميعا. أشكر طبعا دان مهافي نائب مدير السياسات في مركز دراسات الكونغرس والرئاسة، أشكر أيضا من مينيسوتا داليا العقيدي كبيرة الباحثين في مركز دراسات، وواشنطن دكتور إدمون غريب، وأحمد الفراج الأكاديمي والباحث السياسي من الرياض. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة في بانوراما، أراكم في الغد، إلى اللقاء.